للفكرة ولب الفكرة للكرنفال ويا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان، نعود ونتابعكم هنا أشواط السلك التأهيلية ضمن مهرجان سلطان بن زايد الترابي 2017. ينطلق الشوط التاسع الخاص في الإناث وشوط الأخير بالنسبة للإناث. ننطلق ونشوف مين المتأهلين والمتأهلين، حياكم عقب النهاية التتويج. المركز الأول والصدارة مقدمة الشوط، المركز الأول هنا عبد الله مطر، عبد الله بخيت النيادي مع ميامي ميامي ميامي. الله يا ميامي ميامي، هذا الرقص الحلو ميامي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعود ويسمي ميامي النيادي. روح النيادي بالفورمة، روح روح بالفورمة. المركز الأول، المركز الأول، المركز الثاني لسلمان بن سعد بن غربي المنصور. سودة يا راعي سودة، روح يا سودة، روح راعي سودة، روح روح يا راعي سودة. المركز الثالث، الثالث لسيف بن حمد بن خلفان الشامسي مع عجائب عجائب. والمركز الرابع، المركز الرابع 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 لمحمد شفيع محمد ابراهيم مع ميراج ميراج. والمركز الخامس، المركز الخامس لمحمد بن سعيد بن خلفان بن سعيد الظاهري مع حمامه 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 حمامه. ولكن عوده للصداره، عوده للاداء، عوده للشوط. ركز الحمادي، ركز ركز الحمادي 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 المخرج المخرج. غيرت انفردت راحت كم رقم راحت ما شاء الله على اللي انفردت الان، اللي انفردت الان ورقمها 17. وين راحت 17؟ 17 وين مسجل عندنا؟ ما شاء الله وتبارك الرحمن. 15 و17 ما شاء الله، رقم 11 و17 ما شاء الله. هاي رقم 17 مش موجود يا شباب، حد يعرف الشباب اللي متواجدين في السيارات من هذه اللجنه، اللجنه في الفلستيشن؟ ما شاء الله هذه مجهوله مجهوله بدون منافس. المركز الثاني، المركز الثاني محمد بن سيف محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري مع حمامه حمامه قادمه. المركز الاول مجهول يا شباب، يا شباب مجهول المقدمه، حد يعرف الاول؟ حد يعرف الاولى؟ حد يعرف الاولى الفلاحي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. الاوليه، الاوليه مله للفلاحي، فلاحي يقول للفلاحي. نذيع باسمك الفلاحي؟ للفلاحي عيسى الفلاحي يتقدم مع المركز الاول، المركز الاول، المركز الثالث، المركز الثالث وين؟ الثاني سبعة. المركز الثاني لسيف بن حمد بن خلفان الشامسي اللي غيرت الان ما شاء الله وتبارك الرحمن. الاداء جميل، المقدم 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 الفلاحي الفلاحي قال له الفلاحي يا عيسى يا عيسى يا الفلاحي، عيسى الفلاحي بدون منافس على الاطلاق. المركز الثاني لسعيد بن سيف سيف بن حمد بن خلفان النيادي. والمركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث كانت لجمعة خاصة.